نفسي قوي والله العظيم، حبيت حالي. ان شاء الله الترايم الجاي هعمل احسن ان شاء الله. في اشياء برا، في اشياء عرب مش محلها، بس انه مش هالقد، يعني مش هالقد زياده. عارفه يمكن قصده على ايه؟ مش يمكن ايه، مش انا حاسه يمكن قصده على التريلات اللي هي بتاعتك، بس حتى دي حلوه. يعني انا لو بسمعها احس ان اوف الراجل ده متمكن. حتى لو مش حلوه، حتى لو مش حلوه، يعني حتى بتعرفي بطلت انت الراي. يعني ما فيش حاجه والله العظيم، بس الكلام ضايقني شويه. حاولت بقدر الامكان اغني. انا لازم اخلي مامي تذبح لي جاموسه. ماما اذبحي لي جاموسه. ماما اذبحي لي فرخه كمان. ماما لو شايفاني اذبحي لي خروف ولا طلعي فلوس اعمل اي حاجه. انا فاتحه محسوده، حاسده وحشه والله. واخده عين من تلفزيون. حذرنا يا حبايبي. فين بقى الاحساس في الاغنيه؟ فين قولي مثلا ما عملت شكلك كتير كان مهضوم. لا وفي الغنى كمان قال لي انت غنيتي صح، مش بره التون ولا نشاز ولا جريتي عن التيمبو، بتغني يعني الصح. خلاص لا عرب ولا، بس بغني الصح. ما يقوليش بقى انت مثلا فين احساسي كان موجود. منين اتعلمه؟ من وشها ورياكشن وشها. ومنين في الاخر ما عنديش احساس؟ لا احنا هنتكلم في كده يعني، بس اوكي مفيش مشكله، ادي هو حقه ينتقد واحنا نسكت. لا مش نسكت يعني، نسمع. لا مش الحكايه في كده يعني. مش وجهه نظر واحده اللي هتضايقني يعني، بالعكس انا كل الاساتذه الحمد لله مفيش ولا واحد فيهم قابلني غير لما قال لي انت غنيتي حلو جدا، يعني ب ب بتعبك بانك المفروض ما تغنيش والكلام ده كله. لا غنيتي كويس جدا. عرفت حتى لو مره، لو شو ما كان قال لي مره مثلا، لو شو ما كنت مغنى وعارف حالي مغنى منيح، واجا قال لي مثلا لوكيشن لكم مغنى عاطل وقال لي انت تحت الارض، ما تفكر رح انهز يعني، ما تفكر رح هي خلص انا رح اخذ من وطالع يعني. مش انه لانه عم لاحظ على طول مطرح ما بكون انا مقدى، مطرح ما بكون قايل، مش عم يعطيني حق ابدا يعني. يعني والله بس الفرق ما بينك وبيني بس يعني ما بعرفه، هيدي صمتي معذبني. شو عرفني؟ ما بعرف اخر همي. وصمتي قال احلى تابلو في تاريخ ستار اكاديمي، متخيل؟ عادي يا ما نشوف. انا تستلم كام يعني؟ لا يعني كده في اوفر، يعني كده في اوفر يعني. انا غنيت صح وهو قالها لي، قال انت غنيتي صح قوي، بس كانك عم بتسمع. بسمع ايه؟ هي الاغنيه فيها ايه اصلا؟ الاغنيه اصلا فيها انبساط في الاول، دراما ده اللي دخلته. مالي وانا مالي وانا مالي بالاحزان، انا مالي عايشة بأحلى ليالي ويا حبيب دراما. وبحبك قوي يا عيوني، بحبك مهما لما انبسطت مني، بحب عيوني وبحب حبيبي وبحب مش عارفة ايه. بعدين غنوا وحبوا هو ده الإحساس بالرياكشن، وشك مع حركاتك، بدل ما تعربي وتقولي مثلا وبحبك قوي يا عيوني تطلعي بره التون، احسن تبقي ماشيه سليمه في نفس الوقت وتعملي بوش. هو ايه هو بيقول ايه؟ بس لازم احس الاغنيه واعمل العربه مثلا عشان احس ان انا لا فعلا لا بتحس الاغنيه عملت عربه. عشان كده انا قلت له المره الجايه هتلاقي الاغنيه كلها عربه، بس ما تقوليش حاجه. هو قال لك مش كده ومش كده. بقى هو مش كده مش كده ايه يعني؟ ايه مش فاهمه يعني ايه مش كده ومش كده؟ خلاص ما تعصبيش نفسك يعني. هو قال ايه؟ هو كل اللي كان قصده ان اوكي لو هنتكلم، نابل طلعت بره التون، علي طلع بره التون. طبعا. وقال له برافو. انت سمعتيه؟ هايدي وقال لها طب ماشي يعني كنت كارثه. قال لها كارثه طلعت من هنا لهنا. الله الله. بره وضايعه في الاغنيه خالص. بس انا كنت قال لي انت غنيتي سليم جدا. الحمد لله بقى، قال لي ان انت اتحسنتي. اوكي بس انا قال لي انت غنيتي سليم جدا. طب خلاص انت زعلانه على ايه بس؟ ماشي يعني ليه بقى يقول لي مثلا خلاص معلش. مفيش احساس ايه؟ خلاص معلش اصلا الاحساس كان في وشي اصلا، هو حتى قال